لم تتمكن الحكومات التي تعاقبت على العراق بعد عام 2003 من السيطرة على إشكالية السلاح المنفلت بيد العشائر والميليشيات حتى باتت هاجساً يؤرق حياة العراقيين. ناشطون ومتطوعون من محافظة واسط باحثوا في ندوة حوارية المظاهر المسلحة التي تغزو المحافظات وأسباب تفاقمها وآلية التخلص منها، حضرها ممثلون عن القيادات الأمنية ومجلس المحافظة. كثر السلاح عند العشائر وبعض الجهات، نحاول قدر الإمكان لوضع حلول للخروج من هذه الأزمة. فعلا هي تعتبر أزمة، اليوم السلاح المنفلت موجود، نراه في كل مكان في واسط وغير واسط. نعم، في الفترة الأخيرة بدأت تزيد بسبب ضعف الحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام، بسبب عدم جديتها في منع السلاح. وانتقلت المشكلة من سلاح الميليشيات إلى تضخم أسلحة العشائر التي تخوض بشكل شبه دائم معارك يدوم بعضها لساعات، يذهب ضحيتها العديد من الأشخاص، والأسباب مختلفة بين الصراع على الأراضي والثأر والمشاكل الاجتماعية الأخرى، خصوصا في البصرة وذيقار وميسان. بالتأكيد هذا غير مقبول، أنه احنا نرمي في كل مناسبة. الرمي العشوائي هذا يعني شكل خطورة على أبنائنا، على الشارع. نحتاج إلى أنه هذه الندوات تستمر وتكون على أوسع نطاق. كشيوخ محافظة واسط داعمين للقانون وضد أي دقة العشائرية وضد المسلحين بالشارع وضد أي واحد عنصر يتجاوز على العنصر الأمني، مثل الدكتور ومثل المعلم ومثل الشرطي، احتراما للمؤسسات الحكومية. ويرى مراقبون أن الحكومات منذ عام 2003 كانت ولا تزال قادرة على ضبط السلاح المنفلت ومعاقبة المتاجرين به، لكن صراع الجهات الحزبية والسياسية التي شكلت هذه الحكومات والتي تسعى لتنفيذ أجندات مختلفة حال دون تحقيق ذلك.